بيجي النهاردة كان على قاهر الدهون، هو قاهر وقاهر الحقيقة، أقسم بالله العظيم إنه تحفة تحفة تحفة. أنا جايباه من جروب هاي لوكس، جميل جدا، بتستعمليه لا بتخافي ولا أي حاجة، ولا بيحرق إيدك ولا حاجة، ولا بتنتظري 10 دقايق قبل ما يعمل، لا على طول بينظف ويشلك الدهون بسرعة. أتمنى تجربوا الطريقة القاهر الدهون ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الفيديو ونقول بسم الله. خير عليكم، مساء الفل على الجميع. بص يا جماعة، الأول كل سنة وانتو طيبين. احنا النهاردة 4 رمضان، انا كنت جايبة ده قاهر الدهون، كنت جايباه مع حاجات ونزلت فيديو عليهم، وكنت جايبة 2، واحد هعطيته لاختي، اختي نظفت بيه قبل رمضان قالت لي تحفه. قلت ايه هستعمله بقى ما اشوفه. النهارده استعملته، يعني انا بعمل اكل برضه في طراطيش اكل دهون حاجات من دي، انتوا عارفين رمضان ما فيش وقت للتنظيف في الاول، فقلت ايه اول باول انظف الدهون اللي في على البوتاجاز. بصوا يا جماعه، انا فتحته ونزلت نقطتين، لا بتستني 10 دقايق ولا اي حاجة، بالليفة او بسلكة بيشيل، ما اقولكمش بصراحة، اقسم بالله العظيم تحفة تحفة. خسارة، الناس لازم تجيبه وتستعمله، ولو في اي حاجة خشولي قولولي في الكومنتات انا مش صح لو هو كده. جميل جدا، انا عايز اشكر مدام انجي اللي في الجروب، اللي ماسكه الجروب، بصراحة جميل جميل جدا، أشكرها جدا جدا. ده زي الصابون، لا بيحرق الإيد ولا أي حاجة. وبص أنا نظفت تنظيفة كده بس، زي بقول حاجة بسيطة، لقيته في منتهى الجمال. هوريكم البوتاجاز وشوفوا، لكن أنا آخر رمضان هنضف بيه السيراميك بيه كله، بصراحة تحفة. هوريها لكم، يلا بينا على البوتاجاز وشوفوا بعد ما نظفته. يا جماعه بص، هنا كان في دهون سودة، اقسم بالله العظيم تحفه تحفه تحفه. بصوا هنا، دي يعتبر دي كانت كان حصل عندي حريقه، ربنا ستر الحمد لله، والازاز حتى اتكسر، فما عرفتش اجيب زيه ابدا لان هو من بره. بص المكان، بص المكان، بص البوتاجاز تحفه. او ما نضفتهوش، اللي هو انا شلت الدهون بس، يعني كده حاجات بسيطه بايديا كده، زي اي بقى حاجه بتعمليها بتنضفي وتخلصي عشان انت يومك بيبقى طويل. بص البوتاجاز فل فل فل، بصراحه تحفه تحفة، جميل جدا جدا جدا. اتمنى تجربوا المسحوق ده او الخلطة ديت، معرفش هي معمولة بايه، او عامل زي الصابون السايل، ولا بيحرق ولا اي حاجة. جربوه جماعة، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايكات والاشتراك، واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.